بتاع من اول استخدام، لو عندك دهون عنيده وعايزاها تخرج عن طريق الاخراج بدون ما تعملي اي رجيم، عليكي وعلى الحبوب الفظيعه دي. من الحاجات الفعاله جدا جدا في نسف البطن وتخسيس البطن وازاله الدهون، وكمان من الحاجات الفعاله قوي لعلاج القولون العصبي وعلاج انتفاخات القولون وتنظيف القولون وازاله الدهون الضاره اسفل البطن، من الحاجات الفعاله جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده جايبه لكم وصفه فظيعه وحارقه للدهون وبتخسس البطن جدا، من الحاجات الفعاله كمان لو عندك مشاكل في القولون وعندك مشاكل في الجهاز الهضمي، من الحاجات الفعاله جدا جدا والسريعه قوي في تخسيس البطن. الوصفه دي طلبت مني من كذا متابعه، عايزين حاجه سريعه وانا جبت لك الحل السحري. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه الحبوب اللي احنا هنشتغل عليها النهارده وهي نوى التمر. نوى التمر من الحاجات اللي بتخسس البطن وبتزيل الدهون، وكمان من الحاجات اللي بتشيل الدهون بدرجه رهيبه قوي وسريع جدا، كمان من الحاجات اللي بتنظف القولون وبتعالج مشاكل كتير جدا في الجهاز الهضمي، وكمان من الحاجات اللي بتعوض الجسم. يعني لو انت بطنك نزلت او خسيتي او الدهون نزلت، بتعوض جسمك بالفيتامينات اللي هتبقى ناقصه في جسمك. هتبدأي تجيبي حبوب نوى التمر، وهناخد ادي 2 4 6 8، هناخد 8 حبات من نوى التمر وهنحطه عندنا في كوب بالشكل ده. وهنعمل خطوة مهمة جدا، والخطوة ديت على اساس ان احنا عايزين نوى التمر معايا يكون نضيف خالص ونشيل منه اي شوائب، كمان الحاجات الضارة اللي بتكون حواليه بنبدأ ان احنا نشيلها. فبنبدأ ننزل بمية مغلية وبنسيبه في المية المغلية لمدة 5 دقايق، 5 دقايق على المية المغلية، وبعد كده هنبدأ نستخدمه. بعد ما هنسيبه 5 دقايق في مية مغلية، ما يزيدش عن 5 دقايق، هما 5 دقايق بس، هتبدأ ان انت تنقليه وتشيليه من المية المغلية وتحطيه عندك في الطبق بتاعك بالشكل ده، او اي كزرولة او اي حاجة متوفرة عندك، وهنبدأ ان احنا نشيله بعد ال5 دقايق بالظبط. بعد كده هنبدأ ان احنا نجيب حباية من الليمون وهنبدأ نغسلها كويس جدا جدا عشان نضمن ان هي نظيفة خالص. وطبعا انا غسلت حبة الليمون على اساس ان انا هبدأ ان انا اخدها بقشرها وبالبذر بتاعها، فانا محتاجة ان هي تكون معايا نظيفة جدا جدا، لان قشر الليمون مع البذر من الحاجات السريعة اكتر في نسف الدهون. فهنبدأ ان احنا نقطع قطع الليمون، هي حبة ليمونة واحدة، نقطعها كده لأربع أقسام وهنحطها على نواة التمر بتاعي بالشكل ده. بعد كده حبيبة قلبي هتبدأي ان انت تجيبي عليهم كوباية كاملة من المية، كوباية كاملة من المية، وهتبدأي ان انت ترفعيهم على النار، على نار هادية جدا لمدة 5 دقايق، مع ان انت تبقي قافلة الحلة بتاعتك، وهتبقى النار هادية جدا لمدة من 4 دقايق ل5 دقايق، بحيث ان المية ما تنقص معاكي خالص، ونوى التمر مع الليمون ينزل كل الفوائد اللي فيه من غير ما المية بتاعتك تنقص. زي ما انتم شايفين حبايبي الغاليين، المية خلاص بتاعتي غالت تماما، نوى التمر مع كشور الليمون بالليمون نفسه، هنبدأ ان احنا نصفيهم بالشكل ده وخلاص، احنا مش محتاجين لا الليمون مع ولا نوى التمر، احنا خدنا كل الفوائد اللي نزلت من نوى التمر لما غلى، وكمان لما نقعناه وغلى مع بعضه، ونزل كل الفوائد اللي فيه من غير تحميص ولا اي حاجة، لانك لو حمصتيه هتفقدي كل الفوائد اللي احنا عايزينه. تمام، اخدنا المية بتاعتي السحرية اهي، هنبدأ ننزل بقى عليها. وخلي بالك احنا معانا وصفة تانية او طريقة تانية لازم تعمليها مع الطريقة دي علشان تحصلي على بطن مشدودة وكمان ما فيهاش دهون. هنبدأ ناخد معلقة من الزنجبيل البودر وهنقلبها كويس جدا. عايزة اقولك الوصفة دي سريعة المفعول جدا ونتائجها فعالة بشكل رهيب، وهقولك هتستخدميها ازاي وازاي تجيب معاكي نتائج سريعة. قلبناهم مع بعض بالشكل ده واداني المية السحرية دي. هتبدأي تيجي بقى وهما لسه سخنين
ولسه منزلينهم وحطينا الزنجبيل، هنبدأ ان احنا نغطيها بالشكل ده، وهتسيبيها متغطية ما يقلش عن 10 دقايق، 10 دقايق عشان البخار اللي انت شايفاه طالع ده مش عايزين كل المكونات تفقد فوائدها تماما. فهنبدأ نغطيها بالشكل ده، وهنبدأ بقى نعمل خطوتنا السريعة جدا جدا اللي نتائجها فعالة قوي قوي مع الوصفة دي. هنبدأ ناخد نص معلقة من الشابة المطحونة، بتجيبيها من عند العطار، ممكن تجيبيها احجار وتطحنيها انت في البيت، او ممكن ان انت تستخدميها مطحونة من عند العطار، بيبقى شكلها كده. بعد كده مع نص معلقة الزنجبيل نص معلقة الشابة، هناخد نص معلقة برضو من الزنجبيل البودر، وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده. الخطوة دي مهمة جدا، وهقول لك مهمة ليه، عشان بقى تتفاجئي من نتائج الوصفة دي. وبعد حبايب قلبي ما قلبناهم كويس جدا، نص معلقة الشابة على نص معلقة الزنجبيل، هننزل عليهم بمعلقتين من اي نوع زيت متوفر عندك، يعني زيت زيتون، زيت زنجبيل، عندك زيت لبان الذكر او العلكة المرة يبقى تحفة، زيت جونسون يبقى حلو مفيش مشكلة. انا حطيت زيت لبان الذكر او زيت العلكة المرة، بالنسبة لي بيكون افضل بكتير في الكريم ده. بعد ما قلبناهم كويس قوي، هتبدأي ان انتي تحطي عليهم نص معلقة برضو من القهوة العادية خالص، اي نوع قهوة متوفر عندك هتحطيه. وعلى فكرة الزيت اللي انا بقولك عليه ده ممكن تحطي حتى لو زيت الطعام، زيت الاكل ينفع برضو، يعني اي زيت عندك حطيه، واي نوع قهوة حطيها، زنجبيل، وكمان المكونات بتاعتي اهي، الزنجبيل وكمان الشابة وكمان القهوة واي زيت مرطب عندنا او اي زيت هنستخدمه. دلوقتي بقى احنا نقعنا المكونات بتاعتي وسبناها، بقى عندنا مشروب حارق بجد وحاجة كده في منتهى الجمال. هنبدأ نستخدم الطريقتين دول ازاي وازاي بيكملوا بعض هقول لكم، بس صلوا على سيدنا محمد. وبالله عليكم ما تنسوش لايك وكمان شير كتير قوي قوي علشان الكل يستفيد، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. هتبدأوا الاول حاجة المشروب ده بنشربه، قدامك حل من الاتنين، يعني تختاري انتي الحل المناسب ليكي، يا اما بتشربيه على الريق قبل ما تفطري او قبل ما تاكلي اي حاجة قبليها بنص ساعة، يا اما بتشربيه قبل النوم على طول، يعني قبل ما تنامي على طول بتشربيه وبتنامي، مش بتاكلي ولا بتعملي اي حاجة غير ان انت تشربيه وتنامي على طول. في ناس ما بتحبش تشرب الحاجة على الريق، ما بتقدرش، معدتها ما تستحملش، وفي ناس بتحب تشرب الحاجة على الريق، انا بفضل لك على الريق طبعا، انما انتي ممكن تشربيها قبل ما تنامي عادي جدا. المشروب ده بيتشرب مرة واحدة بس في اليوم، ده لو عايزة بطنك بس اللي تنزل. طب انا لو عايزة بطني تنزل وفي نفس الوقت اخس، يعني جسمي كله يخس مع بطني، لان انا وزني مثلا كتير او مليانة او ان انا عندي سمنة، هتشربيه مرتين في اليوم، مش من مرتين لثلاث مرات في اليوم، ده لو عايزة تخسسي جسمك كله قبل كل وجبة بنص ساعة، ده لتخسيس البطن والجسم كله. لو للبطن فقط يبقى مرة واحدة وكوب واحد كافي للبطن بس في اليوم، بنشربها لمدة اسبوع بس مش اكتر من كده. طبعا ممكن تكتري عن كده، بس انا بكلمك في النتيجة ان هي ان شاء الله اسبوع وهتلاقي نتائج رهيبة. وانت بتشربي بقى المشروب ده هتبدأي تدهني الدهان ده، ده بقى هندهنه على البطن، واحنا في الوقت اللي احنا بنشرب فيه المشروب وبنسيبه ساعة يوميا. ده بيعمل ايه؟ ده بيشد عندك ترهلات البطن. البطن لما بتبقى منفوخة بتبقى عاملة زي البالونة، لما بنيجي نخس او البطن تفش بتبقى عاملة زي البالونة، لما بتنفخيها وتفش بتبقى عاملة مترهلة كده وطرية ومدلدلة، فبيبقى شكلها وحش، فلازم نشد الترهلات. الكريم ده حلو جدا جدا للترهلات، كمان لو عندك خطوط حمراء او خطوط بيضاء بتبدأ تشيلهالك. جربوا الوصفتين وما تنسونيش في دعوة خير، اشوفكم على خير والسلام عليكم.